طيب بعد اذن حضرتك سؤال تاني دلوقتي، لبس الحجاب هل يجوز ان انا مثلا البس الحجاب زي مثلا يعني عفوا مثلا حضرتك مثلا لابس دلوقتي العباءه وفي طرحه، فهل يجوز ان انا البس كده ولا لازم يكون يعني نازل الحجاب من فوق يغطي الكتاف، لان اوقات بيبقى مثلا في شال او جاكيت، فهل يجوز؟ انت من القاهره؟ نعم. انت من القاهره؟ ايوه. من اي حيائها؟ من اكتوبر. بارك الله فيك. أنا أسأل هذا السؤال لعلة، هذا السؤال أسأله لعلة، لأن بعض الأخوات الفضليات في القاهرة يقولون لا يجوز للمرأة أن تظهر أكتافها، يعني أن تحدد أكتافها، لا أقصد التعري، لكن يقولون هكذا لا يجوز للمرأة عندهم أن تحدد الكتف، فلازم عندهن أن تنزل الخمار أو العباءة كده هكذا. أيوه. مسلسلة، يعني عفوا مسترسلة، وتغطي الكتف ولا تحدد الرقبة. نعم. يعني لازم عندهم تنزل هكذا مثلثة هكذا تغطي الكتف ولا يحدد الكتف. نعم. هذا الرأي فيه نوع تشدد، وهن يبنين على ماذا؟ نعم. على حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرها لأسامة بن زيد، مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن تصف حجم عظامها. فأقول هذا الخبر ضعيف الإسناد، هذا الخبر ضعيف الإسناد. فهمت الكلام؟ في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل على ما أذكر، وهو رجل ضعيف على الراجح من أقوال العلماء. جزاك الله خير. يعني هن في الحقيقة سألت عن هذا لأن هناك فريق من الأخوات في هذا الباب متشددات. نعم. ويؤثمن من تظهر أكتفاء، من يظهر حتى في الصلاة يا شيخ، يعني بيقولون حتى في الصلاة ما تصلوش بحاجة زي كده. ما هو الإشكالية في كده، الإشكالية في هذا الرأي غير الرأي الملزم. نعم. المؤثم رأي غير سديد. نعم. اللواتي يقولن تأثم من أظهرت، من جزاك الله خير، الله يكرمك، من حددت أكتافها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وبالذات كان اعتراضهن، كان الاعتراض قوي منهن لما قلنا تلبس المرأة البلطو أو الجاكيت في وقت البرد الشديد. أيوه فعلا. أيوة. جزاك الله خير. الله يكرمك. وعليكم السلام.